هاي الناس هي لزمتهم بعد هاي نون كم بور انت تبين تقييم الفراولة فينش. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله اخواني، فيديو جديد ان شاء الله راح يعجبكم. نبلش هذا الفيديو حسب رأيكم اللي اخذته قبل فترة، قلت لكم نسوي قناة احتياطية للافكار الفرعية البسيطة. اكو تجيني هواي اسئلة، هذا الطير شلون تعامل ياه، وهذا الطير شنو بيه، وهذا الطير شلون سعره، وشلون هواي تفاصيل. ما نطول عليكم اخوان، هاي القناة احتياطية سويتها ونشرت عليها حاليا فيديوين، فاتمنى تروحون تشتركون فيها وتجون، وراح اخلي الرابط مالتها بالتعليقات يعني بالتعليق المثبت وهم بالوصف مال الفيديوهات. لا تنسون ندعمكم، لايك واشتراك وفعل زر الجرس، لان هذا الحبش كلاش شوية جاي يشوف انقالات خاصة اللايكات. فتفضلوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم مشاهدة ممتعة. ولك سمبل ما تقول لي ياهو من كم ياهو جاي يضرق، هاي الضروق ما مهضومة، الدفن ما مهضوم، ما تقول لي انت ابو العائلة وكذا. ما يلو عدسان ويحكي خراب هنا. شو هذول ظلوا يدورون على الشاش؟ زين هذا ليش مالهم شنو وضعه؟ خلونا نشوف والله شنو السالفة. تراب هذا الفرق الملكي، شنو السالفة عند محمد فوق السنين؟ ما شاء الله. وين هو جاي يصور؟ يطلع انت ولا مودي بين يمكم ولا لين عالي علي فقسين وطالع حتى ليش يمكن ما يتحلق من اصلا. تو انت شنو تانا مسافر؟ طبعا فقسين ما شاء الله اربعة، وهذا الخامس ميت طبعا مزغوف وميت. ليش شنو سبب ميت ما اعرف، وهم هذا حسه معوق. بعدين انا قلت لكم سبحان الله السنة شغلة راكبة، خلي ارجعهم والله كريم. الله قاسمه يبقوا ما قاسمه يبقوا، هذا ما راح احلقه يعني اصلا شكله ما اعرف مو نظامي. شوف هاي رجله معلقي. هذول قلت لكم ما رجعهم اخوان، ما صبرت، كانت تمطر الدنيا ولقيتهم متبللين متبهذلين، فما صبرت خطيه ورجعتهم. كيف قلت مساكين جاي زقولهم من ورا ومتعذبين. وهذول اللي بعدهم ماكو ما فق سر. هذا العش الثاني خليته لما بي ايه، شوف ما ادري يا زوج لموي شلون ذاك العش، شلون القفص بعد اشوف بركته كتب قيس. لا ما كتب قيس. تعالوا نسوي تغييرات جذرية بالمحمية اليوم، تغييرات كل جذرية. ليش ها انت تنعزلين تنعزلين تنباعين؟ على العموم خلونا نبلش بسم الله. هاي هي لزمتها وجميع استوى جاي تخط بسم الله ما شاء الله. هنالك كذا وكذوات تدور في الافق. ها عيب ما نشوفكم مشهد كامل. صبحكم الله بالخير، وهاي الحجام الطيبة مثل ما جاي تشوفون ترسل الايد رايحة للناصرية. هاي رايحة للناصرية، راح تدزين الجراج يرحل للناصرية بسم الله ما شاء الله. بس شايفوا ياهن عدل، شوفوا لعافيتهن، شوفوا حركتهن، حتى هم صاحبنا راح يشوف ان شاء الله عافية وصحة وحركة وطيور قدام عينكم. وهل اتصل عليه؟ هاي مغلغشين لان شنو تيار ومنتظر الولد، تيار بارد اليوم منتظر الولد يجي. مثل ما شفتوا يا ولد راحن الطيور بالسلامة وصلن ان شاء الله. ما صورت سيارة لان سيارة هي من طرف الولد، الولد من منطقتهم ودزالي وياه القفص والفلوس. ما اخفيكم سر يا ولد، مشيتن على 75 للزوج. الطيور ميكس مو سوبر، ميكس اخوان هاي اكد عليها، بس اكو ميكس مستويات. الميكس القوي ابيع على 150، والميكس اللي شوي اقل مستوى ابيع على 100. فالولد من غير محافظات وسهل، والله يسهله ويشتغل عمال في الطيام. شفته والله يشتغل عمال، وانا شايفه هاي اول ما بديت بالطيور كنت اطلق بال 40000، فنزلت له من سعرهن، وانتم تدرون يعني اسعار نار هسه. بس ما دام من القناه متابعيني يستاهلون، فيوصل له ان شاء الله بالسلامه. طبعا ها وهنا هم طاني 145، ما طاني الفلوس كامله. نقول ان شاء الله يشوف خيرهن وعليه بالعافيه، ما يخالف 5000 ال 10000 ال 25 ما يضيع بوجوهكم يا ولد. فان شاء الله يوصل بالسلامه. يعني ظل باله وياهن بصراحه، ليش؟ لان سائق ما مهتم يعني، رد تخليه الماء بالمشروبية ما خلاني.
مستعجل مستعجل خبص نفسه وراح. لقيت سيما بالشارع وقفلت الباب ما هو القفص يعني قلت لكم مودي الولد من هناك. فراح بدون ماي خطي انا مسمطيهن ماي وثوم منطيهن ماي وثوم ما يشربن هواي. راح نعطشانات ان شاء الله يوصل لك بالسلامة يا اخوي وتشوف خيرهم بجاه النبي. الناصرية ان شاء الله مو بعيدة وجو بارد فان شاء الله يوصل بالسلامة. جزء من التغيير الجذري شلنا البلوك اللي هناك والبلوك اللي هناك ذن العشاش هذا وهذا ما استفاديت منهن. راح احاول احرك هنا خلي واحد هناك ورا ذاك خلي واحد هنا حتى بلكت هذولي الفراشة يلمون عش ويبيضون حالهم حال الفراولة. العش اللي هناك ذاك شوفوه بين القفصين لقيت مفتوحة فتحة وطايح بيض كله والسلام عليكم. يعني يلحق ربعه حاله حال البقية ليش يعني ظل بس هو يصير بينتاج موسم اصلي يعني السنة. بسم الله ما شاء الله الموسم عندي مفول واحد على واحد لله الحمد والشكر. على قولت هذا ولد بالتعليقات يقول لي بعد لا تصور عمي طورك خلصت. بصراحة اصور ليش ما اصور نحمد الله ونشكره كل ما هنالك رب العالمين يعني جاي يختبرنا الظاهر فجاي اتونس وياكم وخلص الحمد لله ونشكره. هو شوف المقسوم لك يبقى والما مقسوم يروح هاي ان شاء الله منتهين منه فالحمد لله وشكرا على كل حال. اليوم اقدم لهم كرفس بما انه الجو كلش حلو بسم الله ما شاء الله شمس وكذا وكذا وات فكرفس من حديقة ابوي بسم الله ما شاء الله. شوفوا النتيجة اللي وصلنا لها صارت عندنا حركة وكذا وهسه هم نطلع من ذولي اكو اعتقد متحولين بيهم شفت اي بسم الله هاي وحدة عيني يا هلا يا هلا نشيلك شور الموز قالوا لك شور الموز خليها لي فوق شو خليتها لي فوق ما وصلت لها قلت وقال بحط لك شور الموز حط عمي حطيتني خل شيك وارجع رتبتهن خلص ما بيهن شي متحول بعد. شوفوا لي هاي 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 جاي تتحول هاي صايره لكم بعري هاي هاي بالضبط شوف شلون جاي تتحول حاليا هي واقفة على هالوقفة هاي ظل هيك لاطشة الذب الجلد بعدين تصير مثل هذني هسه ما اعرف ذني انقلهن السود انقلهن بغير مكان عفني هذني بس خلي انقلهن افضل ها اي خلي انقلهن وهاي حافظة جديدة راح انقل بيها هذول الخنافس الكاملين الاحمر والاسود نفس الشكل هم راح اشيلهم بسم الله اول وحدة افتتح بيها هاي الثانية انقلبة اي مو خوش سالفة بيهن هذولين اسكت ايهان بابا امين انقلبة ايهان مو خوش سالفة لا شنو عندنا عيني تعالي بس خلنا نقلك شغلة بس شنو قضية جاي نقلكم هنا حتى شنو سرعتكم بالرفاه والبنون مبدئيا الخنافس حاليا عندنا قليل اخوان فعادي خليهم بهيجي خانات او شو يسمونها هاي دروجة بعدين ان شاء الله من يكبر العدد راح نجيب جرارات ونطور وياكم الوضعية خايبة دنقلب الدنيا باردة هم شوية ما يتحملون يلا. طبعا هذا خليت بيه شوفان والخلطه مال السريلاك القديمه مالت الكوكتيلات اذا تذكرون هاي اكو بيها مشكله لو هي ها جات تتحول حاليا تو تتحول عبالي مشكله بيها انت تعال بسرعه تحولوا هذول شو بسرعه انت تعال حمرة سودة كلها نفس الشيء عندي بالنسبة لي انا كلهن راح اشيلهن وخليهن سوا بعد هاي هنا وين كمبر انت تبين تقييم تعال تري وليش تعال حلوة هاي السالفة هم بيها محتوى ها بيها محتوى وانسى بصراحة بس اكو ناس ما لها علاقة بهاي المواضيع تلعب نفسهم من عندي اخوان يعني الشغلة ما بيها
احب اقول لك كيلو هذني ب65 ألف. شو بسرعة هاي، بسرعة حولت، سبحان الله. هاي توني جاي اصور لكم بها يا ولد، سبحان الله. يلا تعي تعي بوجهك، يلا ما دامك تعي تعي. ساعة صورت لكم اياها بداية التصوير، بعد السرعة مال التحول مالتهم. هسه صار عندنا ثلاثة، هذولي اللي داخلين مرحلة السبات جاي يتحولون، وهذولي بعد عليهم التكاثر منه ورايح ان شاء الله، وهذولي بعدهم ما متحولين. صارت عندنا ضوضاء مال عيوني. رجع لهم الموز. هنا أنا هذولي الكبار هم ذا يحبون يصعدون لان يقدرون يشلبهون على هاي يصعدون، وهنا هذول للرطوبة. خلصت، صار عندنا 3 خانات. ان شاء الله نجيب جرارات ونكبر المشروع. خالي هل هل طقينا، نضل نبيع كيلوات مو ناكل الطيور بنفس الوقت. شيك على هذا زرقته، كذلك ايضا الحق ربعه. صبحكم الله بالخير. جيت اطيهم بيض اليوم، شوفوا ايش لقيت. هذا اللي شفتكم يا امس بالعش، قلت لكم انت معوق على الاغلب، يعني لو هو لو واحد من هذولي الاثنين بهذا العش. فخلينا نشوف، متأكد تأكدت منه وطلع اللي بهذا العش. وهذول الاثنين هم وضعيتهم ما عجبتني بصراحة، هم اعتقد التهوا بالعش هذا اللي هنا، بيضهم هنا اعتقد هم لو فراقوا مزرق وياهم بيضتين انا بعد ما اعرف. يا خانة بالفترة الأخيرة ما أعرف صابني كسل أو بنفس الوقت صابني فد، ما أعرف. هسه هذا ثوني قلبته لقيت المخرج ماله صايرة عليه تكويرة مالت ذروق تكرمون، عجيبة غريبة، والريحة تطعن خطية، حتى صاير بيتضخم بالأمعاء مالته، يعني لأن مسدودة. هل كان الطير هل كان. هسه نظفت لهم هذا العش ماله وشلته بدلته وراح ارجعهم. هذا الثاني الفاون صحته حلوة، نتيجة ما ادري فعل الله اعلم، بس هذا مشكلة منتهي هذا. يلا نقول بكثر اللي حقت عليه. ارقى واجود وافضل ما تعشيش للزيبرا. يلا عيني عششو، هم عششوهم ياكلون من عنده. هذول الحلويات ان شاء الله ما بغش راح يطلعون. الفراولة فينش، ضرق واحد ما طلع منهم، يعني السنة فادوني حتى بالبيت. البق هسه هذا البق اللي يدخل البيت كل سنة، البق ياكلنا أكل سنة قليل كلش. السبب شنو؟ السبب هم الفراولة، بقاية واحدة ما يخلون بالمحمية ما شاء الله. فهسه هذول إن شاء الله راح يصيرون إنتاجنا، متعودين على وضعنا، ويبقون هنا ينظفوننا من البق. بس للاسف ما حلقتهم. يلا ان شاء الله على الانتاج الجاي. حاليا التغييرات اللي صارت اخوان، هذا كان بالقاع شلته خليته فوق، شلت من عند الغبق، وكذلك ذاك شلت من عند الغبق لانه بصراحه ولا طير وصل لهن، فقلت اشيل الغبق على عسى ولعله يبنون بيه ذني الزغار. هذا مال الخوص خليته هناك، كان هنا جوا خليته هناك، بنفس الوقت جبت هذا الثاني خليته هنا على الاغصان. هسه اجي افحص البيض مال الفاخت الملكي، اذا شاد على مود اخلي 3 بقالات، واحدة هنا وواحدة هنا وهاي الثالثة، واخليه هنا عش واوزع البيض. مرخصتش عيني شوية، ادري بيش حنينة، بسم الله ما شاء الله على الحنية يا ابي. فخلونا نشيك وياكم. 2 4 6 بيضات ما شاء الله. شو الفلاش كان شايفين هاي شنو، هاي شادة هاي، خلص صار ضرورة ما دام 3 شادات هاي هم شادة. يلا عملية الإنقاذ، بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخوان عرفت اللي بيهم الفطريات، الافراق جدد لسهم طلعوا، وان شاء الله ان شاء الله يتغلبون على هالموضوع ما دام الاهل جاي يزقونهم، وانا جاي انطيهم. وانا رسول للاهل راح استمر وياهم 6 ايام، جرة واحدة انطيهم فترة 3 ايام راح، وارجع انطيهم 6 ايام، بلكة ان شاء الله يطيبون. والافراخ واحد من عندهم مو كلهم، يعني اللي بيه فطريات بلكة الله يطيب، لان والله حرام ما تعب.
واحتمال يعدي البقية، فبيد الله بيد الله. هاولك كان يكتب العالم هسه شبع وطن كثير، هذا ربيع صار احمر. وهاي سويت بهاي الطريقة، هذا العش القديم وهذا العش الجديد، هنا ثلاث بيضات هنا ثلاث بيضات، كل البيض شاد. وخلي نروح نشوف البيض الباقي مال ذيك الجهة، لو عوفه ما اريد اضايق هذول الفراولة، فينش الفراخ خطيه خاف يطيرون، خليهم مرتاحين يطيرون براحتهم. اصلا وهذا العش يعني شورته نقعد، بس هو من زمان يعني ايش صار له ما اعرف البيض. خلينا نشوف والله يوافق السعر، باقي بيضتين بس، يعني بيضتين طايحات مكسرات. شوف هذول الكلاوتشي، شوف 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 يموتون على سوالف مالت الثيل. هسه مين منين بيضين؟ ها عيني سويتوك اشوف جاي سولف كلب يومهم، ايش قد يحبون الثيل والدحايس. ذاك البيض هم راح اشيله دربوا المعده. وهذا البيض كالعادة طبعا هاي خربانة، الما بيشي يضل جوا، الخربان يطفى فوق، شوف تنزل جوا ترجع تصعد. 2 4 6 8 10 12 13 بيضة. شوفوا الاخوان هذول بيت ابو راس يعني زاقيلة، هذا طبعا هالبيض كله ما شاد، وهذا زاقيلة يعني هم كالعادة اعتقد يموت. فش راح اسوي اخوان؟ راح اخليه ويا الفرخ مال الجولدن ويا هذول بركتي يكملون وياه، واذا البيضات اكسرهم. وبيت براس اعزل النفية اللي هي انا وحدة من الناس، راح اعزلها ويا الطيور اللي انا عندي نقص بالطيور اللي اريد ابيعهم، فحتى تصير عدلة في حلة وناث. هاي النفية المكس شوفوها، هاي هي الوجهة علينا، شوفوا الحجم بسم الله ما شاء الله، هاي راح تطلع. هو اخوان بحجم الجولدن طبعا ما مقصرين الجولدن هم، واتمنى ان شاء الله ما يقصرون هذا، ان شاء الله يكملون اياهم. هو بكل الاحوال يموت اخوان اذا بقى جوا ذولي يموت. وهاي بيضة الجولدن خلنا نشوفها وياكم، حتى اذا هاي حول على الجولدن فوق هذول. شنو الجولدن والله عدله بعثي، عاد خلنا نحولها ويا هذول. ايش فيك عيان بابا اسكت. بسم الله اخو ماكو تفقيس، اللمسة السحرية ماكو تفقيس. شوفكم هلا كسكت بابا، مشكلة الجهال مشكلة. يلا عيال يعني صار عندكم بس ايش قد ست بيضات، خذوا راحتكم وانتم لا تقصرون، هذا امانتكم زقوه. خلصنا خسائر، خلصنا مليان من الخسائر. هاب تمشي ايش وقت يفطمون اطلعكم؟ لا فحطونا ترى النفية حاضنة ما شاء الله، حاضنة على البيض ما ادري جاي تبيض. انا شكو لافين جديد. طبعا هاي تطورات لهذا اليوم اخوان، حبيت اطلعكم عليها. نكمل التطورات بمرت المرحوم الشايب، خلي اسحب البيض مالها وافلش العيش، وبلكة تزوج لها واحد من ذول الشباب اولادها اللي يشبهون الشايب. هي هاجرت البيض اصلا بارد. وهذا العيش خلي يجي هنا تزوج، هي يجي زوج جديد، حياهم والله. المهم يتكاثرون. فوق في الشايب يا حسرتك. اسمع 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 لك عاش سنبول. خليني اشوف هذا العش اخوان، ان كانوا بنفيتين اشوف البيض يا شاد يا ما شاد، حتى ابقي لهم لان هذا هو بيض مال نفيتين. شوف شنو شاد شنو ما شاد وابقي لهم. هذول التالف اربع اخوان بين انفجار دموي وبين ما شاد، وهذول الستة بيهم اثنين شاك بيهم انفجار دموي، وبسبب التحضين لان بيض هواي بقى على الزوج فارجع لهم، صار اخف همزين سويت هاي الحركة. ما عرفتني انا بصراحة واس مكسور بسبب الظروف صارت عندي من الخسار، بس بعد واحد لازم هم يداري طيوره.
خل ارجع لهم هذني، واللي يجي من الله رزق وان شاء الله عوض من رب كريم. خل ارجعهم. طبعا هاي الخاشوقه كلش فادتني بصراحه، نقلت النقله واحده قبل زرقتها من الخاشوقه خلصت. وهاي الامواية مخبوسه خبوس، يا رب ان شاء الله تعوضونا. وهذا هم الفحل ابو رجل، اذا تذكرون الاول واحد رجله تعورت اشتريت للمصلحين، يلا صلحته مال النقالات. فالمهم يا رب ان شاء الله يزقون، ولا هم هنا عشان عيش ما زقوا، اعتقد بسبب لين اثنين اناث. وموضوعنا هذا البيض احتفظ به، احتاجه بالتزريق. هاي النثية لزمتها من الاحجام الطيبة مثل ما جاي تشوفون، بسم الله ما شاء الله اخوان. طبعا ترس الجف وزيادة، فبعد نثيتين انتهى موضوعهن. نثيتين بالمحمية ويا فحل واحد بنفس العش، اكبر فاشلة هاي السالفة صارت عندي. بس شنو كان عندي فحل شاطر، خلاهم كل نثية بعش وزق وطلع لي 12 طير وجبة واحدة 6 ب6. والسنة سبحان الله، هذا هو شوفوا الفحل من زوج غير نثية. هاي هي النثية اليمنى الانجليزية، تصخموا وتلطموا ايش ما حصل فيهم، قالوا حتى ما يزقون. شوفوا شباب التجبيرة شلون تورمت رجله، مشكلة صلح شي يطلع لك شي. هسه انا اريد اشيلها هاي ما جاي اقدر اشيلها، اقل حركة يطلع دم، حتى الركبة متورمة عليه. فسويت صراحة هاي سكينة واحاول النايلون هاي خليها تحترق وتطلع. فتحها اثنين، فتحتها بالالف يا علي، ما ادري متجبرة ما متجبرة الله اعلم. صراحة عقمها وطايرة، شو اسوي لك فحطني. مثل ما شفت الصبح فرخ، وتونا شفت لي فرخ، وهسه جيت للعش لقيتهم هاجرين الافراخ كلهم، صورتهم لكم امس تشوفوهم. لقيت هاي الجولدن امتك رجل قاعد يمهم، يعني نقول الحمد لله وشكر. شو اسوي بعد، سبحان الله. هذول عاد كل عش حصلنا منهم 3 فراخ 2 هسه ولا فراخ، اجروهم وكثرهم الجوع. يلا الحمد لله وشكر. شو نسوي، صبحكم الله بالخير، يوم جديد بسم الله ما شاء الله. اليوم اول ما بلش بالتنظيف نظفت المحميه وغيرت الاكل وانطيتهم الطري. يا ما في دول الله زبانه فنيش نازل، تعال تعال اوقف اوقف اوقف. يا لوتي يا لوتي شرد، نعلى على يومكم نشرين دول. خلي العالم شوفك جوله سياحيه، شافك لا تطير. فراولة يما، فراولة يما يما، فراولة في دول الله. سبحان الخالق، قملة قد الاصبع. باع امه خبصة تروح خبص امه وابوه. طبعا هذا ثاني ثالث ما ادري وين راح، هذا استوى طلع. ها فراولة فينش، هاي افراخ الفراولة بسم الله ما شاء الله. شوفوا الجمال يما في دول الله. يا رب يكون تجربون الشعور. صغيرون كلش صغيرون، قملة هلا راجع ليش اخاف علي من السمان لا ياكلونه. رجعته وشوفوا لي منو نازل، هذول الافراخ الثنين بسم الله ما شاء الله. هذا واحد منهم نازل، صار قد ما شايف هالمنظر، اخذنا الموت اخذنا. كل ساعة طلع له وجبة ميتين بسم الله ما شاء الله. امهات يمم داريات هذول الحنين ان شاء الله الزوج، لا طقم عين خل اسكت. هذا الفراولة هم الثاني، ولك انت وين جاي هنا، تعال 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 لك، رجعوا العش كام، خلونا نأمن عليكم. يلا ارجع العشك، ارجع ارجع واسكت. يلا يلا ارجع اقعدوا وسكتوا، قووا نفسكم وهاي بعدين عودوا طلعوا. كذلك هاي الاحجام الطيبة، شوف اخوان ذول الميكسات، هذا المنان هاي النثية المنان وهذا الفحل، وذول بالنص سوبرات، الفرق واضح مو؟ ان شاء الله رايحات صاحب النصيب الله يرزقه بهن. من هذا المكان الراقي، عم عندنا متابعين من هيك اماكن راقية، والله عمي اخوي يقول لك اذا ما طاعك سوق طيعه. عم نجيكم لحد البيت خاصة جماعة البصرة، كل مكان بالعراق جاي نوصل الطيور، يعني ما بقى شي اخوان، بقى يمكن بس زوجين وراح يرحل للنجف. للأسف حلوة هاي اللحظات بصراحة، لو هو عنده طيور صدق تونست. ها
هم فلوس وهم واحد يغير جو بهيج مناطق حجي نرجس والامور طيبه مو تشوفون تظلون تحجون علي حتى واحد ما يصنع يا ولد يعني هاي الطبيعه بصراحه شوف المكان شو راقي مثل ما شفتوه ختامها مسك يعني بهاي المنطقه الراقيه الله يرزقنا حتى لو بيتونا بيها الحمد لله والشكر رزاق ربك الله يرزق العالم ويسر عليها. موضوع اريد احكي بيه بسالفه الاسعار اكو ناس يعلقون يعني شفت التعليقين او ثلاثه حبيت انوه عليهم يقول انا متابعك ورايد اشتري وبس شفت الاسعار غاليه وما اشتريت. اخوي انت تعرف شنو يعني خلينا نركز هنا بنقطه تعرف شنو بالاحجام اللي جاي يبيعونها بالسوق شنو والله العظيم ما لكم على يمين جامبوات جاي يبيعونها على اساس انجليزي وعلى اسس سوبرات وعلى اساس ميكس وباسعار خياليه هو جامبو هالطوله هالقدوته. انت شفت النتيجه بالفيديو ذا مكمل وياي الفيديو شفت النتيجه شلون ترس اليد هاي النتيجه طلعتها طبعا وهي راحت لصاحب النصيب مال البارحه ميكس من اقول لك ميكس انجليش يعني صدق ميكس انجليش مو جاي ينفخ بالطيور ومن اقول سوبر هاي طبعا مو سوبر هن هم ميكس بس ميكس شوي اقل من ميكس ذاك العالي جاي يبيع بهيج اسعار والله بالما يا ولد والله العظيم الطيور فاتتكم صراحه انا اصلا خلصت بقى عندي يمكن زوج واحد فانا اوتوماتيكيا منزل 150 يعني 150 مو السعر هذا للميكس جاي يبيعون بي 250 و300 انتم موجودين بالفيس جاي يشوفون لو ما جاي يشوفون فهاي مو اسعار انا اصلا منزل ومركز على القناه ما نشرت لا بسوق المفتوح ولا نشرتن على الفيسبوك والله العظيم ما لكم على يمين نشرتن بس على الفيديوهات مال القناه قلت المتابعين هم ابدا واولى بهن فهاي مو اسعار يا ولد من انت تقول والله اسعارك غاليه وردت اشتري وشفت اسعارك غاليه وما اشتريت لا انت متوهم مو سعر غالي اصلا نص السوق موت فاكو ناس تبيع جامبو جامبو هذا جامبو هالقد هذا جامبو مو مستوى عبالك العادي اشوف اسعارهم 50 و75 المهم الله يرزقنا وياكم انا طبعا خلصت الطيور يمكن بقى عندي زوج او ما بقى يمكن زوج مكسات بقى عندي حتى ما حاسبهم والله وجوز ارجعهم للمحميه فحبيت انوه على هاي النقطه هاي مو اسعار وبنفس الوقت انت لو هسه حتى لو جامبوات و150 ابيحن هم ما يكفي سعر على التعب اللي جاي تعبه تحافظ عليه من الصيف لو من يجيك الشتاء والموسم وشفتوا الهلاكات والطيور اللي تموت هم لازم تحافظ عليها احجام الطيبه مثل ما تشوفون بسم الله ما شاء الله من نقول ترس اليد ترس اليد دول اثنين ودول اثنين رايحين النجيف بسم الله ما شاء الله خلنا نضبط القفص مالهم ونطلق بيهم نكون كملنا هذا امنا عليه وهاي هم امنا عليها والامور طيبه طبعا انا خليتني يلا فكرت اصور دني الجو بعد اخشى من البيدي كانت مثل ما جاي يشوفونهم طيور فاون بس هذه كانت هي نورمال قريب يعني بسم الله ما شاء الله الطيور مستوى مثل ما جاي يشوفون صلوات على محمد وعلى محمد فان شاء الله يوصل لك علي وسيف وشوف خيرهن يا ربي وعليك بألف عافية طبعا الولد حول فلوس صار لأربع أيام فلوس انصرفت وراحت فسهلنا ذني راح يرحل هاي بالنسبة للأمانة والمصداقية خاف واحد يخاف يحول فلوس أو شيء المهم خلصت الطيور ما بقى شيء عندي بعد أنا نقول الحمد لله والشكر وقفت البيع حاليا لأنه ما عندي طيور إذا صار عندي جديد بطلعهم هذا أمير أمير شنو؟ أمير 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 جارجر أمير حلة أمير أمير جارجر حلة وهاي السيارة وهاي الأمانة وهاي الامانة وهاي الامانة ان شاء الله توصل بالسلامة شلون ترتبها بعد انت بكيفك؟ خير ان شاء الله ان شاء الله يوصل بالسلامة وتوصل سالم اخوي موفقين ان شاء الله في امان الله خلونا نطمن على الفرخ مالت يعني ابن براس الزرق تجوا ذول يابا جمعة مباركة كانت عليكم ان شاء الله فنشوفكم شنو جبنا بسم الله بسم الله سمع الطقطقة